تونس سميت تونس الخضراء لكثرة الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء فيها. مطبخة صعب وسهل بنفس الوقت. اليوم الشيف جوزيف حيعلمنا أطيب الأطباق من المطبخ التونسي. هاي ملك. هاي شيف. كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله. شو شيف اليوم في عنا حلقه المطبخ العربي العريق؟ اليوم مطبخ التونسي حنعمل فريكاسي، هي بتيجي نوع ساندويتش بالتونه مع البطاطا والبيض. حنعمل مرقاز اللي هو نوع من السجق من المقاني اللي موجود بشمال افريقيا، منهم تونس، في بقلبه هريسه وملح بهار شوي حار. وبعدين حنعمل المعمول مثل المعمول يعني على الطريقه التونسيه بالتمر. هلا حنبلش اول شيء المعموله، نعمل العجينه ونريحها. يلا هناخد قطع ازاز بقلبه سميد. سميد وسكر قد بعضهم. اوكي، ما كان على طول هيدا يعني قاعده بهيدي الوصفه هيك. اوكي، ربع نص طحين بالكميه، يعني على طول عجينة المعمول على الطريقة التونسية غير مثلا عجينة المعمول على طريقة بلاد الشام. مختلفة شوي. اوكي، بحطوا فيها انواع طحين ثاني بلاد الشام. بس تقريبا بالجزائر نفس الشيء تنعمل، بتطبع تطبيع بطريقة ما في حتى ما تنعمل بالقالب هذا اللي نحن بنعرفه بالبلاد الشام، القالب اللي اللي تبع المعمول بينعمل مثل الاصابع وبيطبع تطبيع على الوجه. حلو، حنحط مع بعدين زبدة دايبة. زيت زيتون. زبنة وزيت زيتون جديدة. هاي زيت زيتون مثل ما نعرف تونس كثير مشهورة بزيت زيتون. عندهم زراعة الزيتون بشكل كبير. من أكثر بلد تقريبا بشمال أفريقيا مشهورة بزيت الزيتون، فلذلك زيت الزيتون بكل شيء بينعمل، بيستعملوه بكل الطعمات بكل التنكيهات تقريبا. حنخلط هول مع بعضهم. على على سيرة زراعة الزيتون، عندهم بتونس نهار الشجرة أو يوم الشجرة على طول مثلا بشجعوا إنه كل حدا يزرع شتلة لتضل تونس الخضراء. 100% أصلا هي معروفة بتونس الخضراء. لما المساحة الزراعية الكبيرة. هلا هيدي العجينة أكيد هلا حنعجنها أكثر. خليها ترتاح. منغيرها منحضر بنفس الوقت بس ترتاح الحشوة التمر اللي هي فيك تجيبيها خالصة تمر مطحون عادي. ايه مظبوط، هلا عم نشوف تمر مطحون وجاهز انه مية بالمية. حتى بالجاتو عم يحطوا حشوة تمر. شو في حشوات تانية شايف؟ هلا هن أكثر شيء بيستعملوا بالمطبخ التونسي بيستعملوا أكثر شيء التمر لأنه موجود. أكيد المكسرات مأخوذة عن المطبخ التركي لأنه تونس بطبيعة الحال المطبخ مأثر بالمطابخ التركية العربية الفرنسية الإيطالية حتى أيام الرومان قطع عندهم، فلذلك عندهم تأثر بكل هالمطابخ. فأكيد المكسرات أخذين عن المطبخ التركي، ممكن ينعمل منها باللوز، بس أكثر شيء اللوز بيستعملوا كثير لوز.